اللهم صلي على محمد وعلي محمد. السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون مليون الف خير. شلونكم اليوم؟ الفيديو بدون اي مقدمات، فيديو مباشر من التمر، لان هاي احلى مقدمه انه اقدم لكم بدايه الفيديو تمر، بعدين اخليكم ثلج، بعدين اخليكم لبن مالت عرب. شلونكم؟ شو اخباركم؟ تشوفونا ان شاء الله بخير. اليوم رجعت وياكم فيديو جديد، اتمنى هذا الفيديو يعجبكم. قبل لا نبلش، قبل لا كل شيء، فيديو هذا المنظر الحلو. اذا تحبون التمر اللبن شو تسوون؟ اول ما تشقون لايك للفيديو حتى الفيديو يصعد. مشتاقت لكم كل شويه وادري مقصره، بس شو تسوون من لا تاره؟ يعني واحد ما يلحق شلون يعني؟ لازم ينزل. اي والله لازم. فالمهم اليوم جانا خطار بعد الغداء، بعد الساعه 12 الظهر. تعرفون يعني من وقت اسوي غدا وهذا المنظر، شوفوا المنظر، التمر مو تمر، الضيم عسل. جماعة زوجي جو سيارة ويمنا هيك فجأة كانوا مروا، قدمنا لهم تمر ولبن كمقدمة، لأن غداشنا احنا طبعا بعد 12 متغدين، غدانا من وقت، وأكثر المتابعات يدرون بي يعني الساعة 10 غدا على النار، الساعة 11 مغدي عيالي ومخلصة. المهم فلما يكون الخطار فجأة جايج، أحسن شي شنو تسوين؟ السمك أسرع، أحسن شي أنا بالنسبة لي. إحنا بهذا اليوم كان يعني مدعينا ثواب، فصابوا العيال ومتغدين من زمان، فشنو زوجي راح يعني أبو يقين راح جاب سمك وإجا، قلت أشوي أحسن شي، بس قال لا أنت خبز ما عندك وفرن يعني ما كلش قريب علينا، فقلت أحسن شي أسوي تاشينا السمك على سريع، تمنى خلي بزل بسرعة يستوي. وبين ما انظف السمك واقلي، طبعا شنو هنا بس فاتح السمك وما مصدفه او ما مقشره، اي ما مصدفه، فصدفته على السريع وقلت خليه اشبع كروشه من قدام. قدمت لهم لبن وتمر، قلت احسن على ما يعني شويه سد الجوعه وعلى ما اسوي الغداء. خليكم وياي بالفيديو، لان يعني الفيديو كلش حلو، راح تشوفون شوي بنشاط وحيوي، حتى اذا ما بيكم حيل شوي يصير لكم حيل. المهم هسه بديت اصدف بالسمك. بنات قولوا لي شلون هاي الفتره الاخيره الاضاءه مال الفيديوهات حلوه؟ يعني شوي غيرت بالتاثيرات، هاي حلوه بقي هيك لو غيرها يعني ارجعها كما كانت هي في قديم الزمان. بعد ما كملت التصديف السمك راح اخذه، وين راح اخذه؟ على السنقي حتى اغسله. شنو اول شي راح اغسله غسله خفيفه حتى من الكشور يروح، وبعدين اقطعه وهم ارجع اغسله مره ثانيه، اذا تقلع اغسله كلش زين. فشنو قبل فترة سويت سمك، خليت السمكة هنا كبار، هسا هاي السمكتين كلش كبار. قبل كم يوم نزلت ستوري خليت السمكة مباشرة، كان مردت لأن كان الصوش بيها لأن كان صوص غير. المهم هسا هذا على الكاونتر، يعني عندي هذا السفر الجاهز والكرتون خليت على الكاونتر ونظفته. فبنات اتورطت يوم امس نزلت ستوري، قلت اليوم غداي متأخر، يا ابويا شمات شماتي مني بياني ما ادري. فأول شمات كانت حوراء وضحاوي وحوري، لأن كل شمتن بيا ذا غداي متأخر، لأن أنا دائما أجايتهم وأقول لهم ها أنا بالعشرة متغدية وأنتم بالعشرة وعدكم ما قاعدين. فالمهم هسه أنا بديت راح أقطع السمك.
ما سولف لكم يقين وين وديتها. وديتها اول شغله سويتها وديت يقين البيت خالتها، قالت اجي اسالك كيكي ايش ما اريد منك، بس الزميلي يقين وهسه انا بسرعه اسوي غدا واكمل. صدق ما طولت يمكن ساعه واستوى الغدا. هسه هنا طبعا هاي الفقره كلش حلوه، واكيد هواي من البنات يحبونها. شنو نسوي؟ نملح ونبهر بنات. فحاولوا دائما تتعلمون، حتى لو نفسكم ما تطيقكم وتكيش تخاف ما ادري شنو، لازم تتعلمون. ليش لازم تتعلمون؟ لان باكر عقبه تكيش معرضه، احتمال بالبيت ام مش طالعه، احتمال من زوجه وزوج جايب لك السبت ما منظف. فصحيح اول شيء كل احنا قلوبنا ما تطيب، بس صدقين هي الاستفاده ليش، خاصه احنا يعني هسه بنات البيوت يعني تعلمن الدنن وي امتشن وي مارت فوتشن، ترى ابد ما بيها شيء. هسه راح اخلي تمن بزل تركيبه يعني ماي للتمن وانقع التمن. فدائما تعلمي، لا تقولين ها يعني هي وراك وراك، انت اول وتالي. فهو نفسك من تعلمين تعلمين لنفسك انت. فكل شيء متعرضه يوم من الايام امك ما موجوده، اذا مثلا انت بيت اهليك او اذا متزوجه. طبعا متزوجه بنات كل شيء راح تشوف، راح تفتح الدجاجه وتفتح السمك وكل شيء، يعني شغلات لا على الخاطر ولا على البال راح تنوعين تسوينهن. فانت تعلمي احسن ما تواجهي هاي الامور تواجهين بيها صعوبه، يعني كنصيحه من اخت لاختها. والله وكيل انا كنت حالي من حال شن السمكه ذا تطفر، انا اطفر على من عندها من الخوف، كلش اخاف الدجاجه ما اجي سلو اموته. هسه وين هسه كل شيء قمت اعرف اسوي السمكه اصلا، حتى اطفر الف طفره عادي، يعني قلبي صار عادي مثل ما نقول، يعني مثل القسة. او انا تعلمت يعني هي الحياة غصبا، ما ليش تتعلمت الكل شيء. فانت ليش يعني هذا الشيء مريود، مريود إليش نفسك من تتعلمين. المهم هسه بعد ما غسلت التمن، تمن عنبر نقعته اكثر من غسلة، غسلتين ثلاثة ونقعته، وهسه بديت اقشر بصل وراح اثرمه. سولفونا هم يوم من الايام انت ما تعلمتي وواجهتي صعوبه فتح السمكه او الدجاجه وكانت نفسيتش ما تطول صار موقف وياك، اتمنى من عندكم تسولفونا. صراحة اكو هواي بنات من يتزوجن يلقن احتمال عمه حبابه حماه مرت حماه، تعلمها تدنيها شويه شويه تتعلم. بس وين اللي تلقينها بهذا اليوم الزينه وحبابه واللي تعلمك؟ يعني انت مثلا بيت اهلك ما متعلمه، والواحد يعني مثلا ما متعلم بيت اهله، بس يجي ما يلقي عمه زينه وحماه زينه، ذاك من ذاك اللي يلقي بهذا اليوم وحتى تعلمك. فانت لا تواجهين هاي الصعوبه، دني نفسك نفسك انت ما بيها شيء، حتى لو تدرسين بالعكس تدرين المرأة هسه أكثر شيء أكثر من شغلة تقدر تسوي. والله مرات أشوف نفسي أنا أشكل شيء بشيء شيء بشيء، أقول شوف المرأة سبحان الله يعني أكثر من شغلة تسوي، مثلا تغسلين معين طبخة على النار، هدوم بالغسالة، عدش طلعة عدش مشية عدش طفل، هذا تطيقة ذاك تطيقة، يعني شوف أكثر من إيد. إحنا يعني نبقى قويات ما شاء الله، عيني باردة. بيني وبين نفسي اقول صدق احنا مثال للمرأة العراقية ان شاء الله. وهسه مثل ما شفتوا البنات السمك صار مشبل ومبهر وهنا عاد مبهر، اما بالنسبة للكشمش الحشوة كشمش وبصل ترميت جاهز، والتمن هم يسرح الذبيب الفرمه. هنا اشوف انها طاوة شوية حالتها النفسية تعبانة، اما هنا اشوف انها طاوة، لازم تشوفي ليش طاوة تعبانة نفسيا وجسديا. هسه طبعا المهم هي ناشفه من الماء، تدرون قبل انا شلون عبالي يعني الزيت من يحمى اسمعي تشكتك وطقطق، من يتشكتك ويسكت يعني معناها الزيت حمى، اقدر اطبخ بها اول بدايه. هي شنو ذا كان الطاوة بيها ماء شار وخلي نجيب بدون تشكتك. هسه بديت اقلب حالك من هنا
اشوفون الفيديو مطول، اتمنى ما تضجون من عنده، بس شو سوى هو هذا روتين بعد، حبيت اشارك بيه كل بيه وياكم. هسه من فار الماي خليت تمن البازل، تمن البازل كلش سهل بالنسبه لي خاصه للعنبر، فور فورتي نسي وابدل هنا نيت بقيت في عمال السمك وانا خالص من البازل واطلع السمك وهكذا. طبعا مقدار الملح اعرفه بهذا المس او التفكير من اخليه، انا اعرف يعني ميزاني، يعني اعرف ايش قد راح اخلي وايش قد ما اخلي. طبعا القطع الصغار عادي حطيت كل اثنين سوا، ماكو اشكال، يعني شفتهم صار انبطاوا عادي خليت اثنين، واحسن شيء تخلين بس ملح وكاري للسمن. هسه انا طبعا انا ما صورت وياكم شلون بزلت السمن، بزلته ومن بعد ما بزلته نفسي الجدر اللي طبخت بيه التمن خليت له زيت وخليت له عندي جيمر يعني دهن حر مباشرة خليته وين الزيت، ومن بعد ذلك جبت البصل فتله الى البصل. طبعا هذا الجمر ما مصفى وانما مطروق يعني معزول الحليب عن الجمر، فجبت نكهه الاكل مو طبيعيه كلش طيبه. هنا طبعا لازم تسوون هاي الحركه وتضبطون بهذا الشكل حتى ما تتعلقون قسم يسوي قسم ما يسوي. هنا بعد ما شفت البصل استوى ضفت الكشمش، من ضفت الكشمش ضفت خاشوقة نوم البصلة مطحونة صغيرة وخاشوقة بهارات خاصة بالبرياني. هسه طبعا شلت البصل والكشمش ورجعت التمن، وراح ارجع الكشمش والبصل على التمن. شلت بالشمشة من الزيت مال السمك كونه بيه هو بهارات، فضفت على التمن حتى يطي لون شويه. اما هنا ما بقى عندي شيء بالتقلاة تقريبا خلصت. فبنات اتمنى من عندكم اذا اول مره تشوفوني تنوروني، واذا ما خلي لايك تخلوني، واذا ما ضايشيني على انستا هم ما تضيفوني لان غادي انشر يوميا دائما دائما متفاعله بالانستا اكثر من اليوتيوب. هنا لقطه السعاده وحركه السعاده لمن اضيف سماك. هنا خلصت ما عندي شيء الحمد لله والشكر، بقى التمن اقلبه حتى اشوفه متهدر او بعده ما متهدر. شوفوا الحبايه مالته شلون صارت صراحه كلش حلو ولونه تمام التمام. طبعا هنا الشاي اهم شيء دفته بالترمس حتى يبقى حار على حرورته ما يبرد. وهسه بديت احضر الغداء بنات، خاف تشوفون تصوير يعني مو من بعيد ومو واضح كلش لان الستاند عندي مكسور، تدرون راكيته على جلاس الموبايل وقاعد يصور، يعني مو مثل يومية يومية تشوفون التصوير من فوق، لا هسه يعني
مو من فوق مباشرة أفق التصوير. هنا بيديت أصبن، طبعا بالنهاية جت محمد، أنا بهذا المطبخ القديم قاعد أصبن، فقلت لك شو ما أريد من صغاري حضري لي البيبسي وهاي السوالف، يعني الحب أشكالات حضرين ذاك المطبخ وشيني. وهسه مثل ما شفتوا جاي أصبن وراح أقسم السمك. سويت 3 صحونة لأن كلش كافي، لأن هما يمكن 2 أو 3 جايين. وهذا كان فيديونا لليوم. وبعد السمك طبعا هاي هنا أنا أشتغل بالمطبخ الخارجي بنات، يعني لا ريحة طبخ ولا شيء، تصير بالبيت كله خارج البيت، يعني هو بهذا المطبخ الخارجي البرا صراحة كلش مرتاحة بيه. وحيا الله الضيف اللي جانا ويامية، هلا بيهم. وهنا أنا مثل ما تشوفون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو عجبكم، فإذا عجبكم لا تبخون اللايك والاشتراك، ومع ألف ألف سلامة، أحبكم كل شوية، انتظروني فيديوهات جديدة بإذن الله ورسوله، وباي باي. طبعا بعد ما خلصوا ومشوا طلعوا قهوة كلوا حلويات مدري وين، المهم اتغدوا، والله محمد وعلي باي باي، كل الهلا بالضيف.